فين الضو بيه؟ الضو بيه هيكون جاهز لمقابله حضرتك بعد 10 دقائق. اذا اردت مقابله الضو بيه اضغط 1. ايوه جاي خدمه العملاء. لا يفتح عليك. بص انت هتخش تقابله دلوقتي، بس في احتياطات معلش، عديني من على الحته دي. يعني دي البوابه يعني؟ اتفضل. حاضر يا سيدي. ارجع لي. في ايه؟ انت متغدي في سبيستون ولا ايه؟ مش انا اللي عملت الصوت. امال مين اللي عمل؟ والله ما انا. طب اتفضل عدي، ما اعرفش بس هو منك. في ايه؟ كمل لي بقى، كمل. الرخص وافتح الشنطه. شنطه ايه اللي افتحها بقى؟ افتح له شنطتك، عشان ده لو فتح شنطته هنموت كلنا. ده معاه شنطه سفر. الله اكبر. يا عم شنطه ايه؟ معيش رخص انا. عايز اقابل الضو بيه لو سمحتي. عايز تقابله عشان ايه؟ ايه؟ عايزه يعني عشان هو. لا انت بكراجل. عايز. طب خلي بالك عشان لو فتح شنطته هتغرق. خلي بالك. يا اعوذ بالله، ده واكل كرنب. ايوه معاه شنطة سفر، فخلي بالك. فين الضو بيه لو سمحت؟ ليه؟ هو مرشح يبقى سفير مصر في تنزانيا، فانا عايز ابلغه بالقرار. بجد؟ اه طبعا. حاضر هناديهولك. يا ريت. حاضر.